شاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نتابع هذه المجريات، نتابع التحديات، نتابع الاثاره. مشاهدينا الكرام، شوطنا السادس، من ينطلق بالتحديات بالاثاره الجميله؟ سادس اشواط هذا التحدي المميز الجميل خاص بالقعدان. هنا الف طامين والالف والخمسمائه متر هي الحاضره بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله. نتابع الصداره، نتابع هنا الشبابي من انطلق على صداره، عبد الله بن سالم بن سلطان لقتبي، والمركز الثاني الطليلي سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، وهناك الوصول من درب الجاسم بن محمد بن سالم لبطيني من ينطلق على المركز الثالث، والمركز الرابع لهب قادم هنا سيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني لقتبي، ينطلق بالتحديات بالاثاره الجميله، وبرق لصالح بن راشد بن سعيد العويسي خامسا، ولكن هنا الشبابي على الصداره، الشبابي على المقدمه وعلى المركز الاول عبد الله بن سالم بن سلطان لقتبي، وهناك لهب من الجانب الاخر، لهب لسيف بن عبد الله بن مطر الخاصوني لقتبي، والقادم درب جاسم بن محمد بن سالم لبطيني، وهنا وصول من غطرس، غطرس ناصر بن سالم بن راشد الخذيري، هنا من ينطلق بالتحديات وبالاثاره. شاهدينا الكروم، الله، تحدي مميز وجميل، هنا شبابي وهنا ايضا درب، درب 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 بهذا الانطلاق الجميل، ودرب ينطلق الى الصداره، الى المقدمه، الى المركز الاول وصداره هذا الشوط. تهانينا لجاسم بن محمد بن سالم هنا ايضا في هذه اللحظات البطيني على هذا الفوز المميز، سلام للسلطنه على هذا الفوز الشبابي عبد الله بن سالم بن سلطان لقتبي، وهناك الوصول من غطرس ناصر بن سالم بن راهب الخذيري، والطليلي لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي، اتانا رابعا بهذه التحديات الجميله، ودقيقتين وتسع ثواني التوقيت الزمني لهذا الشوط، شوط مميز جميل ايضا بتحدياته واثاراته المتميزه.